جوال أو حاسب آلي أو غيره أو في أي مكان كان أنه بمنأى عن العقوبة، بالإمكان الوصول إلى موقعه وبإمكان النيابة العامة أن تصل إليه وتطرق عليه الباب وأن يؤخذ للعقوبة سواء كانت سجنا أو غرامة أو كلتيهما. التشهير، انتحال الشخصيات، الابتزاز، التعامل مع أشخاص مشبوهين، إنشاء مواقع، التغريدات المشبوهة، الإخلال بالأمن، إذكاء العصبية والطائفية والعنصرية، وكثير من الجرائم المعلوماتية هي تحت رقابة الدولة. حذاري أن يقول الشخص سأفعل هذا ولن يراني أحد. الكل تحت عين الدولة، ليس تهديدا ولكنه من باب المصلحة العامة، لأن هذا يخل بأمن الوطني وباقتصاده وبلحمته الوطنية. كونوا رجال أمن في كل مكان أنتم فيه.